بسم الله الرحمن الرحيم. بيان صادر عن الأطر النقابية والمستقلين في نقابة المحامين النظاميين مركز غزة. الزميلات والزملاء الأفاضل، تحية الحق والعدل وبعد. بداية نتقدم لكم بخالص التحية متمنين لوطننا ولشعبنا ولهيئتنا العامة كل الخير بمناسبة ذكرى معركة الكرامة ويوم الأرض. الزميلات والزملاء الأفاضل، ونحن نعيش هاتين الذكرتين، ذكرى معركة الكرامة ويوم الأرض، التي تجسدت خلالهما أسمى معاني التضحية والوفاء لهذه الأرض الطيبة ولوطننا الغالي فلسطين، والتي أكد شعبنا من خلالها تمسكه بحقه في أرضه، أرض آبائه وأجداده، لينعم شعبنا بحياة حرة كريمة وصولاً لإقامة دولتنا المستقلة، دولة يسودها مبدأ سيادة القانون والديمقراطية. وكنا نأمل من مجلس نقابتنا ونحن نعايش هاتين الذكرتين أن يعزز هذه التطلعات من خلال تمسكه بها، بل ودفاعه عن هذين المبدأين، إلا أنه وللأسف يأبى إلا أن يستمر عكس مجريات الأمور وينتهك هذين المبدأين اللذان نص عليهما القانون الأساسي الفلسطيني وقانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 3 للعام 99، وذلك من خلال إصراره على الرفض المطلق لعقد اجتماع الهيئة العامة وحرمان أعضائها من ممارسة حقهم الطبيعي في تقرير ما يرونه مناسباً لتحقيق المصلحة العامة، خاصة وأن الهيئة العامة قد حرمت من هذا الحق على مدار العامين السابقين بفعل وقصد من المجلس الموقر. الزميلات والزملاء الأفاضل، انطلاقاً من دورنا وواجبنا تجاه نقابتنا من أجل أن تكون نقابة قوية وواعدة، عقدنا نحن في الأطر النقابية والمستقلين اجتماعاً مع مجلس النقابة بتاريخ 23 من هذا الشهر، وذلك لدراسة تداعيات عدم عقد اجتماع الهيئة العامة المقرر وفق القانون بتاريخ 20/3/2021 وعدم فتح محضر لهذا الاجتماع. وقد أسفر الاجتماع وللأسف دون أن يلتفت المجلس لمطالب الهيئة العامة المتمثلة بضرورة عقد اجتماع الهيئة العامة بموعده المقرر بتاريخ 4 إبريل للعام 2021، مما دعانا مجدداً لتوجيه مرة أخرى للمجلس وتسليمه طلباً رسمياً يتطلب مطالب الهيئة العامة المتمثلة بضرورة عقد الاجتماع ونشر التقارير المالية والإدارية ونشر كشف أسماء الهيئة العامة، إلا أنه وللأسف ضرب بمطالبنا أرض الحائط، مما دفعنا لإصدار هذا البيان لتوضيح خطواتنا التي قمنا بها للدفاع عن حقوق هيئتنا العامة. وعلى ضوء هذه الظروف الصعبة والخطيرة التي تمر بها نقابتنا، فإننا نؤكد على ما يلي: أولاً، نهيب بكافة الزميلات والزملاء بضرورة حضور اجتماع الهيئة العامة بموعده المقرر يوم الأحد القادم بتاريخ 4 إبريل للعام 2021 بمن حضر، وذلك بمقر نقابة المحامين النظاميين الساعة 11 صباحاً. ثانياً، نطالب المجلس الموقر بضرورة نشر كشف أسماء الهيئة العامة ممن يحق لهم حضور الاجتماع
ونشره حسب الأصول. ثالثاً، كما ونطالب المجلس بنشر التقريرين المالي والإداري للسنوات 2018-2019-2020 المفترض مناقشته في الاجتماع العادي للهيئة العامة يوم الأحد الموافق 4 إبريل للعام 2021. رابعاً، نطالب المجلس بالقيام بالترتيبات اللازمة لانعقاد الاجتماع في موعده الموضح سابقاً. الزملاء والزميلات الأفاضل، لقد تحملنا كثيراً وانتظرنا واستنفذنا كافة الطرق والأساليب حسب الأصول ليبقى الأمر داخل أسوار نقابتنا، إلا أننا وانطلاقاً من حرصنا على نقابتنا ومقدراتها ومستقبلها ومصلحة الهيئة العامة، نؤكد بأننا لن نقف مكتوفي الأيدي وسنقوم بتحمل مسؤولياتنا تجاه نقابتنا والتمسك بما نص عليه قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 3 لسنة 1999. وفقنا الله وإياكم لما فيه مصلحة نقابتنا وهيئتنا العامة الأطر النقابية والمستقلين 1 إبريل للعام 2021.